حلوين، زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون خاص بكراش النظرات، وهل الحب والاعجاب في هذه العلاقة متبادل؟ يعني هذا الشخص هل برضه يشعر بمشاعر اعجاب تجاهك، او يشعر مثلا بمشاعر حب تجاهك، ولا العلاقة من طرف واحد او الحب من طرف واحد، من طرفك بس؟ ممكن برضه نعمل مقارنة عن لو في اعجاب برضو، مين اكتر؟ يعني انت ولا هو، مين اللي معجب اكتر، انت ولا هو؟ اوكي. وكمان هل في تطورات في هذه العلاقة؟ هل هيحصل خطوة؟ هل في شيء، ولا العلاقة برضو زي ما هي هتفضل في طاقة مثلا النظرات بس؟ يعني هيحصل كلام مش هيحصل؟ هنشوف الطاقة القادمة ان شاء الله. القراءة النهاردة هتكون بأول حرف من اسم الشخص، ولو انت ما تعرفش اسم شخص بتشوف على الأحجار، وكمان لو ما بتعرفش تختار بالأحجار يبقى تشوف مجموعة رقم واحد الطاقة بتاعتها، ومجموعة رقم اتنين كمان تشوف الطاقة بتاعتها، وتشوف انهي مجموعة الطاقة بتاعتها مناسبة ليك اكتر او تتوافق معاك اكتر. تمام. مجموعة رقم واحد هتكون بالحجر الأبيض، ومجموعة رقم اتنين هتكون بحجر التايجر اي. طب يلا اشبكوا طاقتكم معايا واعملوا لايك للفيديو ده وكمان اعملوا شير، واكتبوا لي عاوزين قراءات الفترة الجاية. على فكرة القراءة دي انا واخداها من كومنتات الفيديو اللي فات، لقيت يعني الرأي الاغلب عاوزين القراءة دي فعملتها لكم. تمام. كمان لو عاوزين قراءة محددة اكتبوا في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، واعملوا لايك كتير عشان تشبكوا طاقتكم معايا. ودي اول حاجة. ثانيا اكتبوا كومنت عشان اعرفكم. اوكي يلا بينا نبتدي ونشوف مجموعة رقم واحد الحجر الابيض. يلا كده غمضوا عينيكم وحاولوا طلعوا من طاقتكم اي شيء سلبي. تعالوا نشوف طاقتك يا ترى ايه. مجموعة رقم واحد طاقة، مجموعة رقم واحد. طيب اولا عندي برج الحمل وبرج العقرب في الطاقة، طاقة برج الحمل وطاقة برج العقرب وطاقة رقم 22 ورقم 4. اولا كده انت يا بتفكر في عيلتك اول فترة دي ومشغول عليهم، مشغول على والدتك، على والدك، على اخواتك، في امر يخص مثلا حد من اهلك، اخوك او والدك او والدتك، يعني في حاجة تخصهم، او انت مشغول عليهم كلهم في حاجة برضو معينة، او انت عايز مثلا صالح اتنين على بعض في عيلتك والموضوع تعبك وبتفكر فيه وعاوز يكون في لمة ما بينكم تاني. ممكن تكون مثلا عاوز تصالح والدتك على خالتك مثلا، يعني انا بديكم مثال، مش لازم يكون الاب والام بس، ممكن كمان الخاله العامه ايا كان. او في اضطرابات يعني مؤخرا في العيله وانت متضايق وعاوز يكون في لمه. اوكي. او انك بتفكر في الزواج والاستقرار وتكوين الاسره والاطفال، مع علاقه يعني مع شخص تكون مستقره
ويكون كمان فيها حب. يعني انت مش عاوز علاقة استقرار وخلاص، علاقة زواج وخلاص، لا انت عاوز علاقة فيها استقرار وعلاقة فيها حب، وبتفكر في الأمرين دول الفترة دي جدا. عندي هنا أول كارت رقم 10، ال Ten of Pentacles، وكارت ال Happy Family. Happy Family انت عاوز عيلة سعيدة، عاوز عيلة مستقرة، أو بتفكر في تكوين عيلة سعيدة ومستقرة، مش عاوز تبقى زواج والسلام. تمام، شايفة انك مؤخرا ارتحت من امر معين، او حاسس ان انت كده مرضي او مبسوط، خلاص خدت قرار في حاجة، عملت حاجة، مشيت من مكان، كلمت حد مثلا واتصالحت معاه، يعني المهم ان في طاقة راحة ليك انت. تمام، انت مرتاح بشأن حاجة تخصك انت. عندي طبعا طاقة انجذاب وطاقة اعجاب، انت معجب بشخص، اكيد الشخص اللي انت داخل عليه القراءة النهاردة عندك طاقة اعجاب بيه، وشايف ان الشخص ده فيه مميزات كتيرة، او شايف ان هو انت منجذب ليه لوحدك، مش عارف انت منجذب ليه قوي ليه، وانت كمان في طاقة تعلق تجاهه. كمان انت يمكن بتفكر انك تبتدي حياة جديدة مع هذا الشخص، او بتقول يا سلام لو الشخص ده يكون الشخص اللي انا بتمناه، ويكون ايه يعني يدين الاستقرار ويدين الحب، ويكون معاه في علاقة مستقرة وعلاقة فيها حب وعلاقة فيها امان. يا سلام لو الشخص ده يكون كده وياخد خطوة تجاهي، ويبقى في ما بيننا بعد كده علاقة ارتباط وخطوبة وزواج وحاجات من دي. انت بتحاول تتوازن، وانت عندك مشاعر كتيرة وقلب حنين كبير الفترة دي، ويمكن ماشي الفترة دي بمشاعرك وبقلبك وبإحساسك مش بعقلك. يعني الفترة دي المسيطر عليك أكتر هو القلب وليس العقل، قلبك هو اللي مسيطر عليك. بتحاول تتوازن في شيء معين أو في أشياء معينة، بتحاول إن أنت تتوازن فيها، بتحاول تكون قوي، بتحاول تفوز في حاجة معينة او تثبت نفسك في حاجة معينة الفترة دي، وكمان بتفكر في الخطوبة، بتفكر في الخطوبة، بتفكر في الزواج والاستقرار والحياة والبيت والأسرة الأطفال الهدوء الأمان، بتفكر في كل ده انت في الفترة دي او في الطاقة دي. طبعا قلت طاقة برج الحمل وطاقة برج العقرب. تعالوا بقى نشوف القراءة بتاعتنا، هل الحب متبادل؟ هل المشاعر متبادلة بينك وبين الكراش بتاعك؟ كراش نظرات يا جماعة، يعني كراش في بينكم وبين بعض نظرات، ممكن تكون تعرف اسمه، ممكن تكون ما تعرفش اسمه، في نظرات بس انت بتلاحظ ان النظرات دي مثلا ممكن تكون فيها اعجاب او حاجة. تعالوا بينا نتأكد. كراش نظرات مجموعة رقم 1، هل الحب والاعجاب متبادل؟ هل الشخص ده معجب بيهم او عنده طاقة مشاعر تجاههم؟ ونشوف كمان ايه نوع المشاعر دي، ايه بالظبط. بسم الله، تعالوا نشوف كراش نظرات مجموعة رقم 1. هل الحب او المشاعر او الاعجاب متبادل؟ اوكي، وهل في تطورات في هذه العلاقة؟ هقول ايه طيب وكل حاجة تقالي تاني. احتمال يكون هذا الشخص كراش عمل، يعني معاك في الشغل بتاعك، معاك في العمل بتاعك، يعني مش لكل الطاقات طبعا، ولكن اظهر انا عندي طاقة عمل، وظهر عندي كمان انك الشخص ده يمكن بقالك كتير مش بتشوفه او مش بتتقابل معاه يعني في مكان، هو كراش نظرات يعني الوضع السائد انك تشوفه، او انك يعني تروح مكان هو فيه او هو يروح مكان انت فيه، او انتوا اتنين في عمل واحد، او هو جارك وبتشوفه كده. فهنا عندي الوضع السائد او الاكتر او الطاقة الاكتر انك مش بتشوف هذا الشخص حاليا،
وعندي كمان طاقة إن الشخص ده لسه علاقة جديدة مش بقالها كتير، يعني ما عدتش السنة. يعني الوضع الأكتر إن العلاقة دي علاقة كراش نظرات ما عدتش السنة. هل الحب والإعجاب بينكم متبادل ولا من طرفك أنت بس؟ فطالما يطلع لي كارت ذا لافرز في القراءة فمعنى ذلك إن العلاقة أو الإعجاب متبادل بينك وبينه، المشاعر متبادلة، النظرات متبادلة، اللي أنت بتحسه في نظرته وهو بيبص لك كده وهو عينه جات في عينيك، أو وهو بيعمل نفسه مش واخد باله منك مثلا. كل ده متبادل، يعني كل ده المشاعر متبادلة، اللي بتشعر بيه بالظبط هو اللي بيشعر بهذا الشخص، اللي بتحسه لما بتشوف هذا الشخص هو كمان بيشعر وبيحسه. كمان احتمال يكون في حد ما بينكم بيلاحظ ده، يعني شخص بيلاحظ نظراتكم لبعض، أو بيلاحظ نظرتك أنت ليه، أو بيلاحظ نظرته هو ليك. تمام، بيلاحظ، في شخص بيلاحظ أو شايف الموضوع ده وشايف النظرات ما بينكم أنتوا الاتنين. فسؤالنا عن الحب والإعجاب متبادل، اه متبادل، الشخص ده بيكن مشاعر ليك على طول، بيبقى بيبص عليك وبيشوفك وبيراقبك وبيشوف انت بتعمل ايه، انت رحت فين، انت عملت ايه. بس خد بالك ان الشخص ده ممكن يكون في بينكم اختلافات، تمام، ممكن يكون هو من جنسية غير جنسيتك مثلا، أكيد أنت عارف يعني لبعض الطاقات منكم الشخص ده جنسية غير جنسيتك، أو إن الشخص ده في فرق سن، أو في اختلافات بينكم أنتوا الاتنين وبين بعض. وكمان عايزة أقول لكم إن الشخص ده طالع من علاقة، معلش هنعمل إيه بقى، هو طالع من علاقة، من علاقة ارتباط، من علاقة خطوبة، من علاقة زواج، في علاقة كان فيها وطلع منها خلاص، ولكن هو طلع يعني بقاله فترة وخلاص، هو ابتدى انه يبص ويشوف حياته القادمة بقى، هو عاوز يعمل ايه في حياته الجاية، هو عاوز يتصرف ازاي، هو عاوز يروح فين او يعمل ايه، بيبص على اللي جاي، هو شخص طموح. يعني ادام يطلع لي الكارت ده معناه انه بيبص على اللي جاي، ما بيبصش على اللي ورا او بيبص تحت رجليه. الشخص ده لما بيشوفك بيفرح وبيحس دي سعادة داخلية، وبيحس بتوتر وقلق برضو داخلي لما بيلمحك. وعلى فكرة اليوم اللي بيشوفك فيه بيقعد يفكر فيك طول اليوم، اليوم اللي هو بيشوفك فيه بيقعد يفكر فيك على طول طول اليوم ده. واحيانا هذا الشخص بيشعر بعدم الرضا او الزعل، او ان هو ان في حاجه مضايقاه او مش مبسوط لما بيلاقيك بتتكلم مع حد، او في حد حواليك، او في حد انت حواليه بيتضايق، بيبقى حاسس ان هو ما عندوش مش سعيد. يعني هو عامة لما بيشوفك بيكون سعيد، لكن لما بيشوف انك بتتكلم مع حد او في حد حواليك ما بيبقاش سعيد خالص، بيبقى في طاقة ذا امبرور، وطاقة ذا امبرور دي طاقة يعني قوية جدا، بيبقى يعني هينفجر، متضايق، زعلان. فخلينا نقول ان هذا الشخص فيه بينك وبينه اعجاب متبادل. طيب تعالوا نشوف مين الاكتر، هل هو ولا انت؟ هل الإعجاب أكتر من صاحب القراءة ولا من الشخص المعجب بيه؟ لا طبعا من الشخص، طبعا 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 طبعا. انت تقيل على فكرة، انت شخص تقيل، شخص حكيم كده ورزين وعاقل وراسي وكل حاجة، وعنده طاقة شغف اهي، وعنده طاقة شغف تجاهك قوية أو أقوى منك، يبقى الإعجاب من هذا الشخص أكتر من إعجابك أنت بيه. الشخص ده ممكن يكون من برج الجوزاء، أو ممكن يكون من برج الحمل أو الثور أو العقرب. تعال نشوف كده، هل هياخد خطوة هذا الشخص، أو هل في تطورات في العلاقة دي ولا لأ؟
بصوا هنا واقف بيبص عليك وانا واقف برضه بيبص عليك، هل في خطوة؟ هل في تطورات؟ هل في شيء؟ برضو الكارت ده برضو بيرجع يطلع لي تاني، وده بيدل على الاختلافات اللي ما بينك وما بين الشخص ده، في ما بينكم انتوا الاتنين اختلافات في حاجة معينة، مش بقول عوائق ولكن بقول اختلافات. هل في خطوة من هذا الشخص اتجاهك؟ الشخص ده هيبقى في خطوة او هيعمل خطوة، وهي خطوة انه يتكلم معك اكتر او يتعرف عليك اكتر او يحاول يعني يقربك منه وتقرب منه، بس الخطوة دي مش يعني مش دلوقتي او مش في طاقة، يعني استنى شوية استنى شوية، وتلاقي ان الشخص ده بيتكلم معاك او بيعمل صدفة او بيعمل حاجة علشان خاطر انه يتكلم معاك او يتواصل معاك او يعرف عنك اكتر. ليه بقول لك استنى شوية؟ لان طلع لي كارت ذا ستار، وكارت ذا ستار ده كارت الامنيات، هو بيتمنى او نفسه بس لسه لحد دلوقتي ما قررش انه يعني يتكلم او يعمل خطوة او حاجة، فهو هيتكلم او هيقرب منك اكتر او هيحاول يتعرف عليك ويعرفك بنفسه اكتر، ويمكن هنا هتكتشف الاختلافات اللي بينك وبينه. بس هل في يعني حاجة او في تطورات؟ في تطورات بس مش في الطاقة القريبة اللي هو مثلا نقول يعني قريب اوي يعني في الايام دي، لا شوية شوية، والشخص ده هيعمل تطورات في العلاقة دي، هيعمل حاجة في العلاقة دي. الشخص ده عايزين نقول نوع الإعجاب، الشخص ده عنده شغف وإعجاب بيك أولا روحي، يعني the lovers ده دايما بيكون انجذاب روحي وانجذاب جسدي الاتنين، هو مش حاجة واحدة، هو انجذاب روحي وانجذاب جسدي. ويمكن هنا عشان هو لسه ما تعرفش على شخصيتك أو ما يعرفكش قوي، فشخصيتك لسه ما طلعتش بالنسبة له هو، ولكن هنا نوع الإعجاب هو انجذاب روحي وانجذاب جسدي. كمان هنا طلع لي برج السرطان، فاحتمال يكون الشخص ده من برج السرطان. تعالوا بينا نخش على مجموعة رقم 2 ونشوف يا ترى الطاقة بتاعتك ايه. مجموعة رقم 2 عايزين نعرف طاقة مجموعة رقم 2. يلا غمضوا عينيكم كده وركزوا طاقتكم معايا وبعدوا أي طاقات سلبية عنكم. تعالوا نشوف طاقتك. انت يائس من الحب ويائس من العلاقات ومن الارتباط ومن الزواج ومن كل حاجة، انت متضايق وحاسس ان الموضوع ده يعني في مشكلة عندك، في مشكلة. يمكن تقول مثلا عندي طاقات سلبية، انا عندي سحر، انا عندي حسد ولا ايه، مفيش موضوع ليا بيكمل ومفيش شخص بحبه او شخص بميل ليه او شخص يعني كويس بيكمل معايا. ممكن كمان تقول في كمان اشخاص بتحاول تخش حياتك وانت ما بتتقبلهمش، الشخص اللي انت عاوزه مش لاقيه، فانت يمكن حياتك العاطفية انت مش مريحاك خالص، مع انك شخص يعني قلبك كله حب ومشاعر، بس انت يمكن لحد دلوقتي مش لاقي الشخص المناسب، او ممكن حاسس ان الشخص اللي انت معجب بيه ده هو الشخص المناسب ليك، بس برضه مفيش اي تطورات في العلاقة او مفيش غير نظرات بس، او ممكن مرة يبقى في نظرات ومرة لا. فانت متضايق، متضايق من موضوع العلاقات العاطفية والمشاعر والحاجات دي والحب والزواج والخطوبة والارتباط، انت متضايق. حاسس ان اللي انت عاوزه بعيد، او الشخص اللي انت بتتمناه او حاجة بمواصفات معينة انت مش قادر توصله لحد دلوقتي، يعني انت بتدعي
بس لحد دلوقتي انت لسه ما وصلتش للشخص اللي انت بتتمناه، اللي انت عاوزه في حياتك. ويمكن تكون بتدعي ان يكون الكراش ده يعني معاك في حياتك، بس برضو لحد دلوقتي هو لسه ما بقاش معاك وفي حياتك. انت متردد في حاجة اليومين دول، في حاجة انت متردد فيها، عايز تاخد فيها قرار وبتفكر فيها كتير. يمكن بتحلم بالخطوبة، بتحلم بالشخص ده معاك واعترف لك بمشاعره وحبه. انت شخص رومانسي قوي على فكرة، بتفكر بمشاعرك وبتفكر بقلبك. انت عندك اهو الشكرة الرابعة، انت عندك الشكرة الرابعة. الشكرة الرابعة دي شكرة القلب، فمعنى ذلك ان لما يكون شكرة القلب طلعلك، معنى ذلك انك يمكن مش عارف تحب، مش عارف تتحب، مش عارف تقرب من شخص. لو حد قرب منك بتمشي بتجري، مش حاسس اللي انت عاوزه موجود، في لخبطة في المشاعر وفي لخبطة في الحب وفي الارتباط. انت عندك الشكرة الرابعة. ممكن كمان يكون بيجيلك مثلا ضربات قلب سريعة، بيجيلك وجع كده احيانا، يعني تحس كده بس على فكرة كل ده نفسية. يعني لو بيجيلك ضربات قلب سريعة او بتحس بوجع او نغز او حاجات من دي، فكل ده سلبي، كل ده طاقات سلبية اللي عاملة فيك كده، وكل ده نفسية برضو. هنا بتفكر في الهابي فاميلي، العيلة والاستقرار والزواج. يمكن الأغلب منكم لحد دلوقتي ما دخلش في علاقة زواج، يعني انت سنجل، او دخلت في علاقة زواج وحصل طلاق، بس انت ما كنتش مستقر في العلاقة الاولى وعاوز تستقر بقى وتختار صح المرة التانية. ده ايه الشفرات اللي طلع لك الكتير دي؟ كمان عندك الشكرة السابعة. انت ممكن تكون حاليا بتشعر بصداع، بتشعر بزغللة، بتشعر بأفكار كتيرة جاية في بالك وفي عقلك. بتشعر مثلا بتعب في عينيك، ده كل ده من كتر التفكير. انت مفكر كتير قوي يا مجموعة رقم اتنين، وكتر تفكيرك ده عمل لك صداع شديد، أو عمل لك صداع نصفي. انت بتفكر كتير وانت يعني الفترة دي تعبان من كتر التفكير. يمكن بتحاول تختفي او تبعد عن الناس، او ما تبينش للناس زعلك. انت محتاج لايه في حياتك؟ انت محتاج للمساندة، عايز حد يبقى معاك بيسندك، هو سند ربنا. بس لازم الواحد، يعني الواحد مش هيعيش لوحده في الحياة، لازم يحس بروح الاهتمام، لازم يحس بروح المشاركة، لازم يحس ان في حد معاه واقف جنبه. انت مفتقد لده، تحس بالتقدير، تحس ان في حد في حياتك فانت مش خايف. كل ده، كل ده انت بتفكر فيه، كل ده تعبك وتعب نفسيتك يا مجموعة رقم اتنين. انت برج العقرب، برج الدلو، برج الحوت، برج السرطان، ابراج مائية يعني، عقرب وحوت وسرطان، ابراج مائية. اوكي، في عندي رقم 6 ورقم 4. ممكن يكون عندك 38 سنة، يعني رقم 38 طالع، وفي كمان رقم 41. وعلى فكرة انت في طاقة عصبية اليومين دول. يلا بينا نشوف هل الحب والإعجاب متبادل بينك وبين الشخص. وكمان هل في تطورات؟
تعالوا كده نشوف. الله، هي مجموعة رقم 2 انت ومجموعة رقم 1 نفس الكارت ده يطلع. طيب ما هو كده يبقى انتوا الاتنين، انت هي مجموعة رقم 2 وكمان مجموعة رقم 1. النهاردة في القراءة بتاعتنا الاعجاب متبادل. بس هنا بقى الإعجاب متبادل، العند متبادل، التكبر أو اللي كل واحد شايف حاله على التاني متبادل. انتوا الاتنين، انتوا الاتنين فيكم نفس الصفة دي، يعني أنا معجب بيك، أنا عندي مشاعر تجاهك في إنجذاب، بس عمري ما أجي وأقولك أو أوضح لك ده. وهو كمان نفس الوضع ده، سواء بقى أنت رجل أو امرأة، وسواء هو رجل أو امرأة، انتوا الاتنين عندكم حتة العند وال لا انا مش هبين لك ده، مش هبين لك الاعجاب او الانجذاب، مش هبين لك ده خالص. ومع انه يكون وانت ماشي مثلا او انت في نفس المكان بتاعه مثلا في عمل او في حاجه، يكون عاوز يشوفك وعاوز يشوف انت لابس ايه وبتعمل ايه وبتتكلم مع مين وكل حاجه، بس كل ده من ورا الستار يعني ايه، وهو متخبي وهو مش عاوز يبين لك ان هو في طاقة انه بيبص لك او بينظر ليك او كده. لا هو مش عاوز يبين ده خالص، هو عاوز يبين انه تمام التمام ولا مفيش اي حاجة من دي، او مش عاوز يوضح لك حتة اللي هو منجذب ليك، ولكن هو في الحقيقة منجذب ليك وفي انجذاب قوي كمان. ده من اول ما شافك على فكرة. ولو انت امرأة فالطاقة مطابقة ليكي كتير، لان في الاول خالص طالع لي الكوين اوف كابس، فانت اهو انت طالعة عندك مشاعر، بتفكري بمشاعرك وباحساسك وبعواطفك، ولكن انت شخصية قوية. ويعني في ناس بتفكر مثلا بمشاعرها وممكن عادي تتعامل عادي مع الشخص بمشاعرها او عاطفها، انت العكس او انت العكس، انت عندك مشاعر واحاسيس بس بتتعاملي بالعقل مع هذا الشخص، وهو كمان بيتعامل بالعقل معاكي، ولكن هو عنده مشاعر وعنده انجذاب ليكي قوي قوي قوي. بصي كل الكروت، هو واقف بيبص، هو واقف بينظر، هو واقف بيشوف هنا وهنا وهنا وهنا. فمعنى ذلك انه الشخص ده عنده اعجاب متبادل، انتوا اتنين في علاقة اعجاب متبادل، مشاعر متبادلة، انجذاب متبادل، انجذاب متبادل. الشخص ده ممكن جدا يكون من طاقة عمل، يعني انت تعرفه من عمل. هنا برضو اهو هو بيشتغل وباصص عليك، هو بيشتغل وباصص عليك وعارف. وعلى فكرة الشخص ده مكلم حد عليك، او في حد من عيلته او من صحابه يعرف ان هو معجب بيك، يعني قايله ان هو معجب بيك، ولكن مش قايل لك انت، يعني انت متعرفش ده طبعا. انت في نظره جميل قوي، شكلا امور، شكلا جذاب، تجذب اي شخص ليك. طيب هذا الاعجاب اعجاب نوعه ايه؟ هذا الاعجاب اعجاب الاول، يعني اول ما شافك كان اعجاب شكلي، وبعد كده حس ان في شيء بيربطه بيك، شيء روحي بيربطه بيك. يبقى اول حاجه الانجذاب او الاعجاب الشكلي. تعالوا نشوف كده مين اكتر معجب بالتاني، هل انت ولا لا؟ مين اكتر معجب بالتاني، هل صاحب القراءة ولا الشخص التاني اللي هو معجب بيه؟ صاحب القراءة ولا الشخص التاني؟ صاحب القراءة اللي هو انت، وده اللي هو الشخص اللي انت معجب بيه. طيب تعال نشوف مين اكتر معجب بالتاني، يعني انت لئيم قوي، هو اللي معجب بيك اكتر برضو، بس هو اللي عنده كمية عدم اللامبالاة اكتر، يعني انت اقل منه في اللامبالاة او في عدم الاهتمام او في حتة العند او الكبرياء او هو معجب بيك اكتر، بس العند عنده اللامبالاة عالي، انت معجب بيه اقل بس
عندك العند واللامبالاة أقل، أنت معجب بيه أقل ما هو معجب بيك، وعندك برضو اللامبالاة أو كده أقل برضو منه، هو أكتر منك في اللامبالاة والحاجات دي، بس أنت لئيم يعني. أنت يمكن بتعرف تبص عليه، يمكن بتعرف أخباره، أو يمكن بتراقبه عن طريق السوشيال ميديا من غير ما يعرفك، أنت متخفي أهو، أنت في طاقة خفاء، فهو معجب بيك أكتر ما أنت معجب بيه، بس هو أعند منك بمراحل، وعنده طاقة اللامبالاة دي، وإن هو يحسسك إن هو مش معجب بيك أكتر من ما أنت بتحسسه. تعالوا نشوف بقى في تطورات في العلاقة دي. الله، الشخص ده لو ما بيتكلمش معاك خالص، ما بيتكلمش معاك خالص، ففي كلام الشخص ده هيتكلم معاك، في فرصة اهي، وفرصة قريبة جدا بالكلام، في أقرب وقت هذا الشخص هيتواصل معاك وهيتكلم معاك. طب لو بيتكلم معاك بس كلام بسيط، فيكون الكلام أكتر، والكلام أكتر مش على مثلا شغل أو حاجات تانية أو الحاجات اللي هو بيتكلم معاك فيها، لأ ده هيكون كلام أكتر عليك وعليه، او على الحياة العامة، او على اي حاجة بعيدا مثلا عن شغل لو انتوا بتتكلموا في شغل. فهل في تطورات من هذا الشخص، او في تطورات من هذا الشخص، في كلام، في بداية معاه جديدة، يعني في بداية قرب من هذا الشخص اتجاهك، مع انه شخص عنيد فوق ما تتصور وتتخيل، بس ظاهر ان انت بقالك فترة في موضوع العند بقى، وموضوع ان هو يعمل نفسه مش شايفك وانت معدي، بقالك فترة يعني حلوة، فعشان كده في كلام مع هذا الشخص، وفي قرب من هذا الشخص، هو هيقرب منك او هيتكلم معاك، او هيحصل بينكم مسجات او كلام عن طريق التليفون او كده. ممكن يبين اعجابه بيك شكليا، على فكرة ممكن يبين اعجابه بيك شكليا، او يوضح ده من طريقة كلامه. بس هنا شايفة برضو 6 اوف كابس، احتمال الشخص ده يجيب لك حاجة او يدي لك حاجة، او يكون دي الفرصة انه يقرب منك او يتكلم معاك. شايفة هنا طاقة عطاء، وشايفة هنا طاقة عطاء. على فكرة الكارت ده هو الكارت ده، الاتنين واحد، ده 6 اوف كابس وده 6 اوف كابس، ففي طاقة عطاء من هذا الشخص ليه مجموعة رقم 2، في كلام، في حديث، في قرب اكتر، والموضوع قريب مش بعيد، مش هياخد وقت، يعني مش هتستنى كتير والشخص ده يتكلم معاك ويكون في تواصل بينك وبينه. عندي هنا برج الجوزاء وبرج السرطان، ممكن جدا يكون من برج الجوزاء او من برج السرطان. تمام، طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ما تنسوش اللايك يا جماعة، لو انتوا وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك عشان الفيديو يعلى شوية والناس تقدر انها تشوفه، لاني والله انا بتعب كتير، غير الفيديو، غير اني بيحصل برضو مونتاج، وبيحصل حاجات كتيرة يمكن انتم متعرفوهاش عقبال ما الفيديو ينزل لكم، فيا ريت ما تبخلوش عليا باللايك وشير، وتقولولي عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية، ولو عاوزين قراءات مدفوعة تواصلوا على رقم الواتساب. باي باي.